رئيس الوزراء النهارده قال نفذنا انفاق في قناه السويس في 6 سنوات بدلا من 12 سنه. وقال مصطفى مدبولي ان شبكه الطرق والانفاق في سيناء ملحمه كبيره، حيث قامت بربط شبه جزيره سيناء بمحافظات البلاد، وتم تنفيذ 63 مشروع باطوال تصل الى 3440 كيلومتر. مش عارف ليه بلدنا او خلال الكام سنه اللي فاتت الانجازات فقط مرتبطه بالطرق والمواصلات والانفاق والمحاور. النهارده السيد مصطفى مدبولي بيقول لك نفذنا 63 مشروع في شبه جزيره سيناء او في محافظه سيناء. 63 مشروع، المفروض لما تيجي تفقط او تفنط المشاريع تحط واحد هنا واحد هنا واحد هنا، تلاقي مثلا ده من ال 63 خمس مستشفيات، ومش عارف خد معاك هنا ثلاث مدارس وكام جامعه وكام مصنع. لكن السيد مصطفى مدبولي بيقول لك عن ال 63 مشروع اللي اتعملوا في سيناء خلال الكام سنه اللي فاتت كانوا بطول او كانوا بمساحه، الورقه ضاعت مني، كانوا بمساحه كام بقى عشان اقول لك زي ما قال السيد مصطفى اهوت، كانوا بمساحه 3440 كيلومتر. يعني من جديد المشاريع في بلدنا البلد الوحيده اللي المشاريع فيها بتتقاس بالكيلو، لان المشاريع عندنا فقط في مجال واحد وهو النقل والمواصلات او الطرق والانفاق والمحاور. قبل كده قلت لك عبد الفتاح السيسي لما يجي يفتح مشاريع، وحاولوا كده تتابعوها خلال الكام سنه اللي فاتت، يقول لك وافتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعه من المشاريع، او اثناء افتتاحه لبعض المشاريع، او اثناء افتتاحه لشويه مشاريع. المشاريع في بلدنا في اي مكان في العالم بيقاس المشروع بالوحده، ده مشروع صحه، مشروع اسكان، ده انجاز في التربيه والتعليم، ده انجاز في البنيه التحتيه، ده انجاز في البحث العلمي، انجاز في المجال العسكري. الا في بلدنا عايز مشاريع يا مواطن خد شويه مشاريع، عايز انجازات يا مواطن خد عدد من الانجازات، عايز تنميه في سيناء خد 4403 او 4440 كيلومتر من الانجازات. فين؟ على ارض سيناء. الانجازات دي فقط على ارض سيناء، ويمكن نتكلم عنهم ايضا. مصطفى مدبولي قبل كام يوم ورئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه قال لك بنعمل مشاريع في سيناء بنص تريليون جنيه. بنص تريليون جنيه، مبلغ ضخم، نص تريليون جنيه. فلما تيجي تبص على نص تريليون جنيه اللي بيعملوا بيها مشاريع في محافظه سيناء، قال لك تعالى اقول لك بقى ده احنا عملنا 63 طريق، وهنعمل اخر السنه دي 12 طريق، والسنه الجايه هنعمل 28 طريق. هي فقط الانجازات في سيناء، هي سيناء بلدنا، اهلنا في سيناء محتاجين طريق واسفلت، ولا محتاجين مدرسه ومستشفى ومستوصف وجامعه، ومحتاجين مكان للبحث العلمي، ومحتاجين مكان وورشه لتنميه المهارات، ومحتاجين تأمين المواطن وأمنه وسلامته، ومحتاجين أن المواطن يعيش في استقرار، بنية تحتية. والبنية التحتية يا أخوانا مش طرق ومواصلات. لكن جدلا فرضا هنعتبر أن الإنجازات والتنمية في سيناء فقط عبارة عن الأنفاق والطرق والمحاور. بالمناسبة هي فعلا إنجازات، لكن ما تبقاش لوحدها. لو بتعمل مدرسة، بتعمل مستشفى، بتعمل مستوصف، بتعمل أي حاجة جنب الحاجات دي يقولك برافو أنت شغال بالتوازي، لكن أنت شغال فقط في سكة واحدة في اتجاه واحد. هنعتبر أن دي إنجازات.